يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ويومكم جميل إن شاء الله. أهلا بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. حلقتنا النهاردة عندنا موضوعات كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها، وعندنا برضو بعض الأخبار وشوية تفاصيل حوالين يعني المستجدات اللي حصلت في الفترة الأخيرة. هنروح للصحافة الرياضية، هنتعرف على آخر الأخبار وخصوصا المتعلقة بفرق النادي الأهلي المختلفة في الرياضات المختلفة، من خلال طبعا زملائنا ويعني زميلتنا اللي هيكونوا موجودين معانا في حلقتنا النهاردة. كالعادة كل الكلام ده هيحصل في الساعة الأولى. الساعة الثانية هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا فيها سيادة المستشار عمرو حسين، وهو رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة. وتاني فقراتنا هينورنا من خلالها الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي، وطبعا عندنا حاجات كتير قوي هندردش معاه عنها وبخصوصها. وكمان النهارده عندنا سؤال يعني للسوشيال ميديا، هو مش سؤال، هو يعني مطلوب من حضراتكم مشكورين، اللي يحب منكم ان هو يتوجه برساله دعم لاصحاب الصفقات الجديده اللي تم اعلان عنها مؤخرا في النادي الاهلي اذانا لمشاركتهم في الموسم الجديد. احنا يعني مستنيين نسمع تعليقات حضراتكم ورسائل دعم حضراتكم للعيبة الجداد، وطبعا كالعادة هنقول وهنقرأ تعليقاتكم في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن شوية أمور كده أعتقد إن هي مهمة. امبارح لو حضراتكم تابعتوني كنا بنتكلم عن تفاصيل المرحلة اللي جاية إن شاء الله، واللي أكيد هتبتدي بماتش اتحاد المنستير التونسي في الدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وطبعا ده الدور المؤهل لأبطال لدوري أبطال إفريقيا، المؤهل لدوري المجموعات المرحلة القادمة بقى إن شاء الله، واللي بإذن الرحمن ربنا يقدرنا كده ونوصلها. وقلنا يعني هيكون في متابعة مستمرة لفرقتنا خلال المرحلة اللي جاية وبشكل دائم، عشان دايما نطمن حضراتكم كل جماهير النادي الأهلي أولا بأول على كافة المستجدات. النهاردة بقى عايزين ندردش شوية في الأول كده عن فكرة العودة، يعني عودة إيه أو عودة مين؟ إيه المقصود بكلمة العودة؟ المقصود بيها هي مبدأ العودة في حد ذاته بعد أي خسارة، خصوصا لما تكون الخسارة دي لبطولة محببة لجماهير النادي الأهلي في كل مكان وهي بطولة الدوري. صحيح الأهلي كالعادة هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بعدد مرات كبير في الدوري والفوز بالكاس والسوبر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، لكن كالعادة برضو كل ده كوم وبطولة الدوري كوم تاني، لأن هي دايما بيكون ليها عند جماهير النادي الأهلي مكانة شديدة الخصوصية. أنا عايز أفكر حضراتكم النهاردة بكم موسم كده كنا خسرنا فيهم قبل كده بطولة الدوري ورجعنا الموسم اللي بعديه أقوى بكتير من اللي كنا عليه. وبالمناسبة دي طبيعة الأمور، دي طبيعة الأحوال، ودي الحاجة المعتادة دايما في النادي الأهلي. في اول التسعينات كان عندنا تيم قوي جدا، كان تقريبا مسيطر بشكل كبير على البطوله في حقبه الثمانينات والتسعينات، لكن كان معظم اللعيبه كانوا كبروا بقى مع اوائل التسعينات، كانوا اللعيبه ابتدوا يكبروا في السن. وقتها قرر مجلس اداره النادي برئاسه الراحل العظيم صالح سليم انه يعمل عمليه احلال وتجديد بعد خساره الدوري 3 مرات لصالح الزمالك والاسماعيلي، وجاب المدرب الانجليزي هاريس وعمل وقتها ميركاتو في حدود المتاح، وسيطر سيطره شبه تامه على بطوله الدوري لمده قد ايه بقى يا حضرات بعد الخساره دي؟ لمده 7 سنوات متواصله كان النادي الاهلي بينافس فيها في الدوري، وكان بيحسم فيها الامور في الدوري قبل نهايته يمكن باسبوع وفي بعض الاحيان باكتر من اسبوع. ادي واحده. الثانيه في اول الالفيه نفس الامر اتكرر، خسرنا مسابقه الدوري برضه لصالح المنافسين الاهلي والزمالك والاسماعيلي، رغم اننا كنا في الفتره دي كسبنا افريقيا وكسبنا بطوله الكاس مرتين، لكن خساره الدوري كان ليها اثر سلبي كبير عند جماهير النادي الاهلي. يعني زي ما بقول لكم من شويه الاهلي ده يعني دايما جماهير النادي الاهلي عندها كل البطولات كوم وبطوله الدوري كوم تاني. بعدها قرر مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن حسن حمدي انه يعمل انتفاضه حمراء قويه جدا، اعاد من خلالها الساحر مانويل جوزيه وعمل ميركاتو مميز، ضم نجوم كره القدم المصريه، افتكر كان وقتها من ضمنهم بركات والنحاس والشاطر وتريكا وفلافيو، مجموعه لاعبين يعني مميزين جدا، وسيطر النادي الاهلي من خلالهم بعدها على كل شيء في افريقيا شرقا وغربا، كسب الدوري من 2004 لغايه 2015 وكسب بطوله افريقيا 5 مرات، ده غير المشاركات في كاس العالم يعني للانديه اكثر من مره. عايز افكركم كمان بعد خساره الدوري في موسم 2014 2015
يعني نجحنا اننا نكسب البطوله دي 5 مرات متتاليه بعدها، كان منهم مرتين في عهد المهندس محمود طاهر ومجلسه، و3 مرات في عهد الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، وحتى في الفتره الاخيره خساره البطوله مرتين. يعني الاهلي في المقابل كسب افريقيا مرتين والسوبر، يعني نفس الامر اتكرر في المشاركات المونديالية. الحقيقه احنا يعني ليه بنقول لحضراتكم الكلام ده، وليه بتكلم معاكم فيه بالتفصيل ده؟ على فكره دي كمان مش كل التفاصيل، احنا بس بنقول لكم كده ما تيسر، لان وسط الانجازات دي كلها كان في جهد كبير جدا مبذول من الجميع الحقيقه، عشان يعني يظل نسر القلعه الحمراء محلقا في سماء الكرة المصرية. مش عايزين حضراتكم تقلقوا، يعني القلق في حد ذاته مطلوب أحيانا، أمر صحي وطبيعي، لكن إن أنت تخاف من فكرة إن فريقك يتعرض لانهيار ده شيء مش وارد، ده شيء أقرب ما يكون للمستحيل يا حضرات، لأنه يعني هو مستحيل، مش وارد إنه يحصل في النادي الأهلي. كبوات، تعثر بيحصل لكل الناس، مفيش فريق في الدنيا، ودي حاجة قلناها قبل كده بدل المرة مليون، مفيش فريق في الدنيا من أول ما اخترعوا كرة القدم فضل مسيطر ومهيمن على مجريات الأمور مدى الحياة، لازم يعني لازما وحتما ولابد يبقى في مرحلة ما يمر بيها الفريق أو حتى المنتخب بمرحلة تعثر أو بكبوة، لكن الرك بقى مش على التعثر، الرك على اللي يقوم يقف بسرعة على رجليه ويصلح الأمور ويعود مرة تانية إلى التراك المعتاد منه. فدي نقطة كان مهم جدا إن احنا نتكلم مع حضراتكم فيها. على فكرة كمان يعني ده الوقت اللي لازم كل جماهير النادي الأهلي يتوحدوا على قلب رجل واحد، وكلمة حق لازم تتقال، ودي برضو تفصيلة كده طول عمرها بتميز جماهير النادي الأهلي المنطقيين، الناس المنطقية، الناس العقلانية، الناس اللي بتلاقيها دايما موجودين في المرة قبل الحلوة بكتير. هو أي نعم المرة في تاريخ النادي الأهلي مش بنفس كم الحاجات الحلوة اللي مرينا بيها، لكن دي طبيعة جمهور النادي الأهلي، موجودين دايما وقت الشدة وقت الأزمات، كتفهم في كتف اللعيبه وكتفهم في كتف الجهاز الفني والاداري. الحقيقه حاجه عظيمه جدا طالما ميزت جماهير النادي الاهلي. خلينا بقى نبتدي على بركه الله ونقول ان شاء الله اللي جاي كويس. احنا قربنا جدا من قرعه الدوري وعندنا اكيد تحديات كبيره في المرحله اللي جايه، سواء على صعيد المسابقه المحليه وكمان التحديات الافريقيه اللي قدامنا، واثقين كل الثقه في مجلس ادارتنا وفي التدعيمات كمان اللي حصلت في الفتره الاخيره واللي تم الاعلان عنها. بنتمنى طبعا لكل اللعيبه الجدد بصفه خاصه كل التوفيق. اجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر يا حضرات، وده موضوع مختلف، أجرى المسحة الطبية لأفراد الجهاز الفني وجميع اللعيبة المتواجدين في المعسكر، وجاءت نتيجتها سلبية الحمد لله. المنتخب يستعد طبعا لمباريتين وديتين أمام النيجر وليبيريا المقرر ليهم إن شاء الله يومي 23 و27 في 8 مساء بإستاد الإسكندرية. كمان كان حريص روي فيتوريا امبارح على انه يستقبل اللاعبين المحترفين اللي انضموا للمنتخب، وهم احمد حسن كوكا لاعب الابا سبورت التركي، وطارق حامد واحمد حجازي لاعبي اتحاد جده السعودي. تعالوا بقى نروح لانشطه اداره المكتبات في النادي الاهلي اللي نظمت المعرض السنوي للرسم وكمان المشاركه المشغولات اليدويه، وافتتحه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. الحقيقه كالعادة أنا دايما بحب يعني أشيد بمجهودات كل القائمين على كافة اللجان المختلفة بالنادي الأهلي اللي الحقيقة مش سايبين لا كبيرة ولا صغيرة، تهم كل الأعضاء ابتداء من الأطفال انتهاء بكبار السن، غير لما بيغطوها من خلال ندوة ما، فعالية ما، مؤتمر ما، يوم احتفالي ما. الحقيقة مجهودات كبيرة جدا. تعالوا نتابع من خلال التقرير ده إيه التفاصيل اللي حصلت. دايما في نهاية كل سيزن في الصيف بنعمل كل سنة فعاليات انتهاء الموسم الصيفي، دي بتبقى عبارة عن معرض آرت، حفلة ميوزك كورال وآلات تانية وحاجات كتير بقى، يعني كل الأنشطة اللي احنا بنقدمها بنبدأ نعمل فعاليات ليها ونعرضها ونبين الولاد اتعلموا ايه وايه المنتج اللي طلع منهم. فالنهاردة عندنا المعرض السنوي لنشاط الرسم والأشغال اليدوية
واعمال الجلد والاكسسوار وحاجات كتيره جدا زي ما انتم شفتوا كده. كل دي من نتاج اعمال اولادنا وبناتنا، بنات النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، عن طريق اساتذه متخصصين بيتم تعيينهم في النادي على قوه النادي الاهلي لتعليم وتدريب اولادهم علشان يطلعوا اللي انتم شفتوه النهارده. حاجه كده بننافس بيها كليه تربيه فنيه وفنون جميله. يعني المعرض اللي احنا بنعمله بيجي لنا اساتذه كبار من كليه تربيه فنيه ومن فنون جميله بيقيموا المعرض، والنهارده اشادوا بيه جدا وقالوا ان احنا لو بعنا المنتجات دي يعني هتجيب ارقام كبيره جدا، لان الفنانين اللي عاملينها سنهم صغير، فدي حاجه مش بتبقى موجوده كتير يعني، فحاجه نادره الحمد لله. اليوم يعني كان شاق جدا، تمام، والتحضيرات للمعرض كان الموضوع صعب جدا وشاق جدا، بس الموضوع بيبقى ممتع لما بنشوف انتاج الطلبه معانا، الناس لما بتتطور، لما بنيجي نعمل فينش للشغل كله ونشوف ايه الانتاج وطبيعه الماتيريال وعلى كل لوحه ازاي بيكون شكلها حلو، فكل ده بيفرق معانا جدا نفسيا ومعنويا يعني. ولما بنبتدي ان احنا بقى نعلق الشغل ونبدا نشوفه وكده بنحس بابهار مش طبيعي، ونحس قد ايه الانتاج كان شاق جدا وقد ايه وصلنا لنتيجه قويه جدا، فبيبقى فضل ربنا ثم الطلبه الناس اللي معانا، والحمد لله مجهودنا معاهم بيبقى حاجه جميله وبنبقى مستمتعين بيها وحابين دايما ان احنا نقعد نطور فيهم للاحسن يعني. في اشكال متنوعه قوي وفي فنون مختلفه، يعني في جلد وفي اشغال فنيه مختلفه، في تصوير وفي ديكوفاج وفي طباعه وفي معروضات متنوعه، مجالات مختلفه وشخصيات الولاد طالعه فيها، ودي اجمل حاجه. الرياضه والفن الاثنين من احسن الحاجات اللي بتخلي الطفل او الشاب سوي. الاطفال ما شاء الله عندهم تجاوب حلو قوي، هم بيجوا المفروض يتعلموا معانا الارت او اشغال فنيه على حسب الرغبه. احنا اكاديمي بس بنحب ان احنا نتعدى حته اللي هي يكون في ارت بلوك لاي طفل، فبنخليه هو عايز ايه وبنشتغل معاه بقى، او بنعمل تيست صغير وبنبتدي بقى من اول التيست دوت ليه بس، فالموضوع بيبقى لطيف بقى وبيستمروا معانا لحد ما شاء الله ما يطلع الناتج الجميل ده. المكان في تطور، الاولاد بيبقوا مبسوطين، هو بتبقى احتفاليه وتكريم زي ما حضراتكم حضرتم معانا اليوم كده. بناء على شغل الولاد احنا ده تقريبا كمان اول معرض بعد الكورونا، فعدد المشتركين واعداد الاعمال ففرقت جدا طبعا معاهم، الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا. كانوا كلهم حريصين جدا ان هم يشتركوا، اولياء الامور اكثر حرصا ان هم يشجعوا اولادهم عشان يستمروا معانا، ده كله طبعا بيفرق في الاخر نفسيا مع الولاد، اهم حاجه ان هم في الاخر وفي الاول بيبقوا مبسوطين ومستفيدين. هي دايما يعني حلوة ومفيدة الفعاليات دي والأنشطة دي اللي دايما بنشوفها من خلال اللجان المختلفة في النادي الأهلي. طيب خلونا يا حضرات قبل ما نطلع الفاصل ده خلوني أفكركم مرة تانية بسؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقتنا النهاردة. احنا طالبين من حضراتكم تبعتوا رسائل دعم للعيبة الجداد اللي انضموا مؤخرا لصفوف النادي الأهلي في الصفقات اللي أعلن عنها خلال الأيام القليلة الماضية، إذانا ببدء مشوارهم معانا إن شاء الله ابتداء من الموسم الجديد. دي نقطة. النقطة الثانية خلوني برضو مش أفكر حضراتكم أأكد مرة تانية على النقطة اللي كنا بنتكلم فيها في مقدمة وبداية حلقتنا النهاردة، فكرة إن جماهير النادي الأهلي مش لازم تخاف أبدا تحت أي ظرف وتحت أي قوة. القلق وارد وخصوصا لما بنكون بنعدي بمرحله مش ولا بد، لكن نوصل لمرحله ان احنا نخاف ما ينفعش وما يصحش انجاز التعبير. ليه؟ لان دي طبيعه الامور تاني في النادي الاهلي، في حال وجود تعثر القائمين على الامور بيتحملوا المسؤوليه كامله، بل بينتفضوا كمان لاعاده الامور الى مسارها والى نصابها الصحيح. فلو كان اللي فات مش قد كده فالاكيد ان شاء الله باذن الرحمن ان اللي جاي هيكون احلى بكتير. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. We'll be right back.
عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم من جديد. تعالوا بقى نتعرف على آخر المستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة سارة حامد. سارة موجودة دلوقتي في فرع النادي الأهلي بالجزيرة، وأعتقد إن هي تحديدا موجودة كمان يعني عشان نكون دقيقين مع حضراتكم في ملعب مختار التتش، صح كده؟ صح كده. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يمكن زي ما انت قلت يا كريم يعني صح، يعني انا حاليا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وبالأخص في ملعب مختار التتش عشان انقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. ويمكن طبعا بما اننا احنا في ملعب مختار التتش خليني ابتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. يمكن زي ما انت شايف يا كريم يعني ورايا الملعب فاضي، يعني قرر مستر مارسيل كولر انه النهارده اللاعبين يتمرنوا على فتره واحده وهي الفتره المسائيه الساعه 5 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، وهي هتكون مباراه وديه مع نادي بتروجيت بكره على ملعب مختار التتش. يمكن قرر مستر مارسيل كولر يعني من ضمن البرنامج اللي حطه لجميع لاعبي النادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد انه يريح لاعبي النادي الاهلي النهارده يا كريم من التدريبات، طبعا يعني بسبب انه مش حابب يرفع شويه الأحمال البدنية، مش حابب إن اللعيبة تكون مجهدة قبل مباراة بكرة. طبعا بكرة هيلعبوا 90 دقيقة مع نادي بتروجيت، فحابب إنه النهاردة اللاعبين يتمرنوا على فترة واحدة طبعا منعا لحدوث أي إصابة لأي لاعب في صفوف فريق النادي الأهلي. يمكن بكرة إن شاء الله يعني أول مباراة ودية ومن أول التجارب الودية خلال الفترة القادمة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي هتكون مع نادي بتروجيت، ويوم إن شاء الله يوم 25 هتكون المباراة الثانية الودية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي هتكون مع نادي أسوان، ويوم 29 هتكون ثالث مباراة ودية وهتكون مع نادي طلائع الجيش. ويعني ودي هتكون يعني من ضمن الـ يعني برنامج اللي حطه مستر مارسيل كولر في فترة الإعداد لفريق النادي الأهلي استعدادا يعني للفترة القادمة. ويمكن الفترة القادمة إن شاء الله يعني لاعبي النادي الأهلي يعني هيستعدوا للموسم الجديد، البداية هتكون في بطولة أفريقيا والمشاركة يعني في بطولة أفريقيا في الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهتكون إن شاء الله يعني المباراة دي هتكون مع نادي الاتحاد المنصري التونسي. وإن شاء الله يعني المقرر يا كريم إن المباراة دي هتقام يا يوم 7 او 8 او 9 من شهر اكتوبر، ده بالنسبه لمباراه الذهاب. مباراه الاياب هتكون ان شاء الله يا يوم 14 او 15 او 16 ايضا من شهر اكتوبر القادم. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اطمن يعني جميع جماهير النادي الاهلي على يعني الاصابات او المصابين في صفوف الفريق. يمكن امبارح يعني الدكتور احمد ابو عبله يا كريم يعني الطبيب الفريق اكد لنا وطمنا على حاله احمد نبيل كوكا ان هو حاليا في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي اللي طبعا مخصص له من قبل الجهاز الطبي تحت رئاسه الدكتور احمد ابو عبله، ويعني طمنا انه يعني احمد نبيل كوكا بيتحسن بشكل بدني وكمان طبيا بيتحسن بشكل طبي، وان شاء الله ان هو هيكون متواجد الفتره القادمه في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. يمكن كمان خليني افكر جماهير النادي الاهلي انه احمد نبيل كوكا يعني كان بيشكو او بيعاني الفتره الماضيه من يعني اصابه او يعني اصابه في العضله الخلفيه الفتره الماضيه، فعشان كده ما كانش موجود في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يعني الفتره القادمه هيكون متواجد. كمان بيرسي تاو يعني حاليا هو في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي ويعني بيرجع بشكل تدريجي للتدريبات الجماعيه. يمكن الاول يعني في بعض التدريبات البدنيه المخصصه له يعني بينفذها طبعا كل يوم مع الفريق، وكمان بعض التدريبات في صاله الجيم، وبعد كده يعني بشكل تدريجي بيرجع للتدريبات سواء يعني تدريبات في صالة الجيم أو بالجري حول الملعب. فإن شاء الله يعني بعد أسبوع واحد بس بيرسي تاو إن شاء الله يعني هينضم يا كريم للتدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي. كمان امبارح يمكن شفنا يعني شادي حسين جميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني يا كريم رحبوا بشادي حسين يعني المنضم حديثا وخلاص انضم بشكل رسمي امبارح للتدريبات الجماعيه مع الفريق بعد يعني خلاص ما يعني جه من سيراميكا كليوباترا بعقد لمده 5 مواسم قادمه. يمكن كلنا شفنا رحبوا بيه، ويمكن كمان قبل التدريب ما يتمرن مع الفريق بشكل رسمي خضع لبعض الفحوصات الطبيه الشامله يعني اشتملت كل حاجه سواء يعني بعض التحاليل او الاشعه. يمكن دي من الخطوات يعني اللي دايما النادي الاهلي يعني بيبقى حريص ان هي تحصل مع اي لاعب منضم حديثا للفريق او كمان قبل بدايه اي موسم جديد ان كل اللاعبين يخضعوا لفحوصات طبيه شامله عشان يطمنوا طبعا على حاله اللاعب قبل بدايه الموسم الجديد.
استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، خليني بقى اروح يا كريم معاك للالعاب الاخرى، ويبتدي معاك باخبار الفريق الاول لكره اليد رجال تحت قياده الكابتن دانييل جوردو، طبعا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله يعني الفريق هيواصل التدريبات بشكل طبيعي، التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 4 العصر استعدادا للمباراه القادمه في بطوله الدوري، واللي هتكون ان شاء الله مع نادي الجزيره يوم الجمعه، وهتكون هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 4. كمان سيدات كره اليد النهارده عندهم تدريب على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون مع نادي الطيران، وهتكون برضو المباراه هتقام يعني في نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل الساعة 6. وإن شاء الله يعني كل لاعبات النادي الأهلي هيرجعوا تاني للتدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس. يمكن زي ما أنا قلت قبل كده إنه في 11 لاعبة أو 10 لاعبات يعني موجودين في صفوف منتخبنا الوطني من النادي الأهلي، زي يعني ليلى حماد وشهد الشواربي، أمينة عاطف، أمنية خالد، وأمينة هشام. يعني كل عفوا يعني كل اللاعبات دي موجودين يعني حاليا في صفوف منتخبنا الوطني، وهيرجعوا إن شاء الله يعني للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي يوم الخميس. كمان سيدات كرة السلة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 7، عشان بكرة هيكون في مباراة ودية أو عفوا مباراة رسمية، أول مباراة رسمية للاعبات النادي الأهلي في الموسم الجديد، هتكون أمام نادي مدينة النصر الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي. ويمكن دي أول مباراة رسمية كريم بالنسبة لسيدات أو ملكات كرة السلة في بداية الموسم، هتكون في بطولة منطقة القاهرة، في المباراة دي هتكون بكرة إن شاء الله. وكمان رجال كرة السلة النهاردة اللي عندهم تدريب الأول هيكون الساعة 5 في صالة الجيم، بعد كده الساعة 6 تدريب الباسكت هيكون في صالة أمير عبد الله الفيصل، عشان بكرة برضو عندهم يعني رابع مباراة ليهم في بطولة منطقة القاهرة، وهتكون أمام نادي هليوبلس الساعة 8، ولكن هتقام على صالة نادي هليوبلس، ودي هتكون رابع مباراة أو رابع جولة في بطولة منطقة القاهرة بالنسبة لرجال كرة السلة، طبعا تحت قيادة المدير الفني الأسباني مستر أجاستي بوش. يمكن دي يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية، سواء الألعاب الأخرى أو طبعا الفريق الأول لكرة القدم. أكيد أنا معاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كالعادة تغطية كافية ووافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد. وخلونا بقى نسيب سالة حامد يا حضرات في ملعب مختار التتش في فرع أهل الجزيرة، ونروح على مقر البوابة نيوز عشان زميلتنا العزيزة نورهان طمان موجودة هناك عشان تعرفنا إيه آخر المستجدات صحفيا بقى، أهم المانشيتات الصحفية في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز زي ما قلت يا كريم، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. ويمكن أول خبر معانا من الجمهورية عن الفرق المصرية في البطولات الإفريقية المختلفة، وبعنوان الصاعدون في دوري الأبطال والكونفدرالية، مهمة متوازنة للأندية المصرية. طبعا النادي الأهلي إن شاء الله في ضربة البداية هيواجه نادي الاتحاد المنستيري التونسي، اللي يمكن بنفكر حضراتكم إنه خسر لقب الدوري التونسي في اللحظات الأخيرة أمام الترجي، بينما طبعا نادي الزمالك وضع قدم قوية في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، زي ما قلنا لكم عقب فوزه على مضيفه إليك سبورت التشادي بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ 32. والنادي الأهلي والزمالك هيلعبوا مباراة الذهاب خارج مصر يومي 7 و8 أكتوبر، والعودة في القاهرة يومي 14 و15 أكتوبر. أما فيوتشر طبعا في الكونفدرالية فتأهل عقب فوزه على فريق بادي كولبول الأوغندي بهدف دون رد، وكان المباراة الأولية انتهت بالتعادل السلبي. أما بيراميدز فضرب موعد مع هلال الساحل السوداني. وتاني خبر معنا من جريدة الأخبار، تريزيجيه يواصل التألق، ولازال نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بيواصل التألق في الدوري التركي مع فريقه طبعا ترابزون، وساهم في طبعا بأرقام كبيرة جدا في مباراة يعني غازي عنتاب، في المباراة اللي يمكن خاضها ترابزون في الجولة السابعة ببطولة الدوري التركي، وانتهت المباراة بفوز قاتل لترابزون بثلاث أهداف مقابل هدفين، وساهم محمود حسن تريزيجيه بنسبة كبيرة جدا في فوز فريقه. كمان خلينا نقول لكم ان موقع سوفا سكور العالمي رصد يمكن احصائيات اللاعب في هذه المباراه، واللي جاءت ايجابيه جدا. خلينا نقولها لكم بالارقام، محمود حسن تريزيجيه شارك في ال 90 دقيقه، سدد ثلاث تسديدات، والتسديدات على المرمى واحد، والتمريرات المفتاحيه اثنين،
كمان التمريرات الصحيحة جاءت 41 بدقة تمرير 79%، أما العرضيات الصحيحة فكانت 2 من أصل 3، والكرات الطولية الصحيحة 1 من أصل 2، الفوز بالثنائيات الأرضية 5 من أصل 13 ثنائية، وفقد الاستحواذ 21، أما المراوغات الصحيحة فجاءت 2 من 6 محاولات، والتقييم العام 7.1 من 10. ونروح بقى للدوريات الأوروبية الكبرى، ومن البوابة نيوز، نيمار وهالاند يتصدران قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف الدوريات الأوروبية الكبرى. تصدر النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان يعني يمكن قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بعدما ساهم في 15 هدف في الدوري الفرنسي في 8 مباريات، سجل 8 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين، وحل اللاعب في الترتيب الأول للقائمة. أما إيرينغ هالاند النرويجي المتألق في صفوف مانشستر سيتي فجاء في المرتبة الثانية بالمساهمة في 12 هدف و7 مباريات، في طبعا يعني كان خاض 7 مباريات وبينهم 11 هدف وصنع هدف. اخر خبر معانا عن مبابي، ويمكن كان خلاف حاد بين مبابي والاتحاد الفرنسي بشان الصور وحقوق الرعايه، ومن يلا كوره اتحاد الكره الفرنسي يرضخ امام مبابي في ازمه حقوق الصور، وربح يمكن متن الخبر بيقول ان ربح كلا مبابي نجم باريس سان جيرمان يعني معركته مع الاتحاد الفرنسي بعدما اقر الاتحاد الفرنسي بتعديل الاتفاق بين اللاعبين الفرنسيين فيما يخص الصور، وكان نشب خلاف زي ما قلنا بين مبابي واتحاد الكرة الفرنسي منذ مارس الماضي عندما رفض الظهور اللاعب في جلسة التصوير اللاعبي المنتخب الفرنسي الأول، وكان مبابي حريص على التحكم بشكل أكبر في حقوق الصور الخاصة به لتجنب الارتباط بعلامات تجارية معينة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة البوابة نيوز، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك يا نورهان على هذه التغطية الصحفية الممتازة، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نطلع الفاصل ده يا حضرات، خلونا بقى نتوقف لدقائق مع تقرير الفتنس، ودايما تقارير الفتنس بتكون في منتهى الأهمية والإفادة لكتير جدا مننا. اشمعنا؟ لأن في كتير من الأحيان الواحد ممكن يبقى عنده الرغبة، عنده النية، عايز يلعب رياضة، ولكن لا عنده مساحة وقت ولا في إمكانيات أنه يشترك من خلالها مثلا في جيم أو في نادي إلى آخره. فالحقيقة اللطيف دايما في تقارير الفتنس دي إن هي بتعلمنا مجموعة من التمارين اللي أغلبها ما بيكونش محتاج لا المعدات ولا الأوزان ولا الحاجات زي كده، يعني ممكن نعملها بمنتهى البساطة أو نمارسها بمنتهى البساطة سواء في أشغالنا أو حتى في البيوت. تعالوا نشوف مجموعة جديدة من التمارين هيعرفنا عليها كابتن حسام الفيل وهو مدرب اللياقة البدنية في النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، وبعدين نطلع فاصل ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في أول فقرة حوارية، خليكم معنا. صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركة. جاهزين النهاردة للتمرين معنا؟ النهاردة تمريناتنا هتكون عبارة عن تمرينة فول بادي، هشغل بقى عضلات الأبر بادي وعضلات الور بادي وعضلات الكور ماسلز بتاعتنا. التمرين هتكون مكونة من 7 تمرينات، كل تمرين منهم هنشتغل 20 ثانية وهريح 30 ثانية. أهم حاجة قبل ما نبدأ التمرين بتاعتنا زي ما احنا متعودين اللي احنا دايما بنعمل الورم أب بتاعنا، عايزين نسخن الأول. هنبدأ جري خفيف في المكان. نبدأ نعلى، نطلع هاي ني. مدة 10 ثواني كده. بعد كده نعمل جامبين جاك. برضو 10 ثواني. كل ده اللي احنا بنسخن بس الجسم بتاعنا عشان نتجنب اي اصابات او اي حاجة قبل ما نبدأ التمرين بتاعتنا. وكده يعتبر سخننا الجسم بتاعنا. هنبدأ باول اكسرسايز معانا وهو اكسرسايز اللانجز. هنبدأ بطعن. هبدأ انزل بركبتي. هخلي رجلي 90 درجة. ظهري مفدود. وانزل. السويتش الناحية التانية. اول ما ابدا اخد البالانس بتاعي ابدا اسرع الحركه بتاعتي لمده 20 ثانيه. كل ده بنظم النفس بتاعي، شدد عضلات البطن برده، اتاكد ان رجليها بتنزل 90 درجه، رجلي الثانيه مش بتلمس الارض. احسن، خلاص اخر حاجه. واخد ريست، هريح 30 ثانيه. بعد كده هندخل على ثاني تمرين، تمرينات لعضلات البطن. هعمل نيتك، هقعد كده ايدي جنبي، هبدا اضم ركبتي على صدري.
اتاكد ان ظهرك يكون مفرود. برضه شغال لمده 20 ثانيه. احاول ان انا انظم النفس بتاعي طول التمرين. And rest. خلصنا ال 20 ثانيه. باخد ريست 30 ثانيه. نشرب ميه بسرعه عشان ندخل على التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده هيكون تمرين بلانك اب تو داون. هبدا انزل في وضعيه البلانك بوزيشن. ظهري يكون مفرود. هبدا انزل بايدي واطلع تاني. عايزك في كل مرحله اللي انت بتحاول توصل لاقصى حاجه عندك دايما محافظ على ظهرك اللي هو يكون مفرود لغايه ما اكمل ال 20 ثانيه. اسرع. بعد كده اخد ريست. اخد 30 ثانيه. هندخل على التمرين اللي بعده. هعمل سكوات 2 تاتش. بنزل في وضعيه السكوات وانا بنزل بزق وسط الورا زي ما احنا متعودين. هبدا انزل واطلع المس مشط رجلي. اسرع. برضو لمده 20 ثانيه. خلي ظهرك مفرود. حاول اسرع شويه. لسه شغالين احسن. فخلص واخد ريست برضو 30 ثانيه وهنزل تمرين تحت الابر بادي تمرين البوش ابس. يلا بينا ستارت. تاكد برضو ان انت في البوزيشن بتاعك ظهرك مفروض ونفسك شغال طول التمرين. ما تكتمش النفس بتاعك. ده هيساعدك ان انت تأدي التمرين اداء صح. بعد ما خلصنا 20 ثانية تمرين باخد ريست 30 ثانية. هندخل على التمرين اللي بعده. هعمل هاف بيربيز تو سكوات. اللي انا بنزل نص حركة وبنزل سكوات تاني فيها. برضه لمدة 20 ثانية سريع. خلصنا ده. هدخل على آخر تمرين اللي هو البيردوم. ده علشان عضلات الظهر بتاعتك وعضلات الكور كمان. ظهري يكون مفرود. هبدا احرك دراعي مع رجلي الاثنين مع بعض. برضو 20 ثانيه. اند ريست. وبكده نكون عملنا 7 تمرينات. كل تمرين فيهم بنشتغله 20 ثانية وباخد الريست بتاعي 30 ثانية. عايز اقول لكم تيبس كده في الاخر للناس اللي هي بتبقى في مرحلة خسارة الوزن او خسارة الدهون. في حاجات بسيطة ممكن نركز عليها. نتأكد ان احنا كمية الكالوريز اللي احنا بناخدها على مدار يومنا ده بتكون هي نفس الكمية اللي مطلوبة مننا عشان نقدر نخس. اللي احنا بنبقى عاملين ديفيسيت كالوريز. كمان شربنا للمية. في ناس كتير مش بتشرب مية. لازم تشجع نفسك ان انت تشرب كميه ميه كتيره هي اللي هتساعدك ان انت تخسر دهون اكتر. كمان اخر حاجه نتاكد منها لو ما عندناش مشاكل في الغده او في الحلق. اتمنى تكون التمارين اللي احنا عملناها النهارده والحلقه عجبتكم واشوفكم في حلقات تانيه جديده. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. بنجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم مرة ثانية. وأولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي هنتعرف من خلالها عن رياضة كرة السرعة. هنتعرف عنها وعن تفاصيلها وعن تاريخها وعن قوانينها خصوصا وإن مصر بتستعد إن شاء الله الفترة اللي جاية لاستقبال وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة السرعة الدائرية. كتير من التفاصيل عايزين نتكلم مع حضراتكم عنها ولكن اسمحوني في البداية أتوقف عند تفصيلة أنا اتفاجئت بل واندهشت لما عرفتها من ضيفي العزيز اللي هعرف حضراتكم عليه خلال لحظات. المعلومة بتقول إن من سنة 86 يا حضرات المركز الأول على مستوى العالم في هذه الرياضة لمصريين. طب منين إحنا أبطال عالم من 86 حتى هذه اللحظة ومنين الرياضة دي لم تنتشر في بلادنا كما ينبغي؟ ده اللي هنحاول نعرف الإجابة عليه من خلال ضيفي العزيز اللي منورنا سيادة المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة. صباح الفل على حضرتك. صباح النور على حضرتك. أهلا بحضرتك منورنا. الله يخليك. أنا يعني سعدت وفي نفس الوقت زعلت من المعلومه اللي حضرتك قلتها لي لان هي حاجه تفرح ان احنا ابطال عالم في رياضه ما ايا كانت ايه هي من سنه 86 وبشكل يعني ثابت
واللي زعل في المقابل ان الرياضه نفسها مش معروفه قوي، مش منتشره قوي عندنا في مصر، ليه ده حاصل يا فندم؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط، الواحد سعيد وفي نفس الوقت زعلان وحزين. احنا رياضه مصريه، صنع في مصر 100%، هي ابتكار مصري صميم. طبعا الله يرحمه المرحوم محمد حسين لطفي، هو مخترع هذه الرياضه في الستينات لحد ما اصبحت في سنه 84 اسس الاتحاد الدولي بتاعها، 86 الاتحاد المصري، وتباعا بقى الاتحاد العربي والافريقي، ودخلت الدول كثيره جدا بدات تمارس هذه الرياضه. او اللي حضرتك بتقوله ده يزعل اكتر كمان، يعني كمان مش بس احنا متفردين في السيطره والهيمنه عليها عالميا، ده احنا كمان مبتكريها. ده حقيقه. بص حضرتك للاسف يعني احنا زي ما حضرتك بتقول، كنت اتمنى وما زلت اتمنى ان هذه الرياضه تاخذ مساحه كبيره من الاهتمام الحكومي، لان فعلا دي لعبه مصريه. احنا بنقول زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الحلقه ان احنا اللعبه الوحيده في العالم اللي موجوده على ارض مصر اللي انا ما بستوردش منها حاجه، بالعكس انا بصدر كل شيء. يعني انا ما فيش ما بطلعش عمله، ما بدفعش عمله صعبه عشان استورد مثلا مضرب ولا كوره ولا جهاز ولا لاعب ولا لا مدرب. وعلى راي حضرتك زي ما قلت لي من شويه احنا بنصدر الرياضه نفسها للعالم كله. بالظبط. مش عارف اقول لحضرتك يمكن حاليا دول كثيره جدا، ويمكن زي ما قلت لحضرتك الافارقه والعرب وشمال افريقيا وبتاع ده وشمال افريقيا مهتمين بيها جدا، الدول الاسيويه، دول من اوروبا. يعني الموضوع طبعا موضوع مش سهل ان حضرتك تنشر لعبه في دوله، صعب جدا جدا جدا، لانه محتاج تكاليف عاليه جدا، محتاج ان انت كمان توصل للمسؤول وتقنعه ان في رياضه جديده اسمها كره سرعه عشان تقدر تقول له ده عاوزين. يعني هنقنعه الرياضه مش جديده بس هي جديده عليه وده مؤسف. بالظبط بالظبط حضرتك. يعني كمان وفي اذا حتى في مصر انت حضرتك عشان تدخل لعبه في نادي جديد يقول لك ده انا عندي 25 لعبه و27 لعبه و28 لعبه، طب انا ده لسه هضيف كمان عبء عليا. طب يعني حتى في داخل البلد فبيبقى الموضوع مش سهل حقيقة اللي انت كمان تعمل نشر جامد جدا. يعني مثلا النادي الاهلي على سبيل المثال، النادي الاهلي كان فيه زمان كره السرعه موجوده فيه، وكانت نادي الزمالك ونادي الترسانه، انا بتكلم على انديه كوره. ايوه تحديدا. حصل في 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 احدى الماتشات الدوري الاهلي هزم من نادي من انديه في الاقاليم، فتم الغاء اللعبه، ومن ساعتها اتلغت اللعبه في النادي الاهلي ومش عارفين نرجعها تاني. كل ما اتكلم حتى نقول طب يقول لك ده احنا عندنا العاب كثيره جدا. فدي اشكاليه مشكلة بتواجه، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على الانديه اللي عندنا في مصر الموجوده، حتى الانديه كمان اللي هي ما عندهاش القدره الماليه احنا بنحاول كاتحاد. يعني الاتحاد المصري مشكورا سواء السابقين او الحاليين برئاسه النائب احمد الخطيب ومجلس ادارته، ان هو حاولوا يحافظوا على الانديه حتى اللي ما عندهاش قدره ماليه بقدر ان هو يقدروا يقدموا لهم مساعده، يقدموا لهم ادوات، يقدروا يعني كل ده، لان في النهايه انا مش مصلحتي ان انا يبقى عندي اربع خمس انديه بتمارس هذه الرياضه، بالعكس طبعا. انا عاوز اعمل قاعده ممارسه كبيره جدا وانشرها في كل الاقاليم. بس بتهيألي سهل يا استاذ المستشار الواحد يستنتج ان مفيش رعايه بطبيعه الحال للعيبه بتوع الرياضه دي، مش كده برضه؟ طالما الرياضه نفسها مش موجوده في عالمنا بشكل يعني كما ينبغي ان يكون، فبطبيعه الحال اكيد انتوا يعني في الاتحاد مفتقدين للرعاه. دي حقيقه فعلا، ودي مشكله كبيره جدا، ودي حاولنا فيها كتير جدا فترات كثيره جدا، كانت حاجات على استحياء. يعني مش عاوز اقول لك ان حاجات قويه جدا وبتبقى مثلا البطوله مش حاجه مستمره، مش حاجه على حاجه وقتيه واخد بالك، ودي مشكله ثانيه. ودلوقتي بنحاول احنا يعني انا في كذا حاجه بنحاول نعملها وكذا شركه مكلمينها واكتر من بنك ان احنا يبقى في رعايه مستدامه للاتحاد، رعايه مستدامه للعبه نفسها، لان انا ازاي اقدر اطلع باللعبه، لان حضرتك خد بالك الرياضه وحتى من ضمنها كره السرعه هي صناعه، ما اصبحتش رياضه يعني للرياضه. النهارده ما فيش حد بيمارس رياضه للرياضه، هي صناعه المفروض تدر ربح للجميع ودخل الجميع اللي هو اللاعب والمدرب والحكم والاداري والاتحاد، خصوصا لما يكونوا لاعبتنا هم اصحاب المركز الاول من سنه يعني 86. ودي حقيقه يعني، ودي حاجه تحزن اكتر حضرتك ان انت عندك هذا الكم من اللاعبين واللاعبات وكم المدربين الموجودين، واحنا عاوز اقول لحضرتك احنا عدد الممارسين في مصر عدد كبير جدا. احنا يعني لو قارني بالعاب كره ومضرب كثيره والعاب قديمه واولمبيه احنا اعلى منهم في عدد الممارسين، وده كمان حاجه تزعل اكتر حضرتك. اللعبه فيها انتشار، فيها انتشار، مش ده الهدف اللي احنا بنأمله، لان احنا عاوزين ننتشر في كل المحافظات من خلال خطه عمل معينه حاطينها للغرض ده. يعني مثلا كان في اتصال بيني مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي من 3 ايام، كنت بشكره جدا على وجوده في شمال سيناء في التوقيت ده والمنظر الجميل اللي انا شفته
الاولاد بتوع الباسكت على البنات، حاجه تفرح اي مصري. انا شكرته جدا، قلت له حضرتك عملت حاجه فرحتني شخصيا، قلت له ده خلتني كمان اكلم منطقه شمال سيناء الموجوده اللي كانت متوقفه تماما عن الرياضه كره السرعه فيها بقى لنا سنين عشان الاحداث اللي كانت موجوده في شمال سيناء. قلت له انا كلمت رئيس المنطقه، قلت له عايزين نحيي تاني المنطقه من جديد، واي فعاليه عايزين نعملها عندك في سيناء لان ده واجب علينا كلنا. بالعكس انا هبقى سعيد جدا والاتحاد المصري هيبقى سعيد لان وجودنا على كل محافظات ده هيخلي كمان في قوه للعبه، ويمكن ده اللي خلانا كمان نعيد تاني مناطق كانت او افرع للاتحاد كانت توقفت فيها تماما لظروف كثيره جدا. طب. منها محافظه المنيا تحديدا ومحافظه اسيوط. طيب بمناسبه ذكر المحافظات، البطوله اللي هتنظمها مصر ان شاء الله بطوله كاس العالم لكره السرعه الدائريه، وكلمه الدائريه دي برضو عايزين نعرف من حضرتك ايه تفسيرها يعني، ولان هي من ضمن المستجدات واعتقد نتج بموجبها برضو عن الرياضه دي برضو وجود بعض القوانين اللي ممكن يبقى فيها شيء من التغيرات. فليه الغردقه هتتنظم فيها البطوله دي؟ اشمعنى الغردقه؟ بص حضرتك القاهره خلاص اصبحت مكتظه بالبطولات، يمكن برضو دي من الحاجات الكويسه جدا ان احنا مصر اصبحت قبله البطولات العالميه، ودي حاجه كويسه جدا. بعد ما كانت الاول بعض دول الخليج واخده كل اغلب محافل البطولات الدوليه كلها، اصبحنا الحمد لله عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا كمان اصبح عندنا خبره كبيره جدا في التنظيم الاحداث الرياضيه العالميه، وده خلانا كمان نقول احنا خلاص القاهره احنا كان عندنا بطوله عربيه وافريقيه في شهر مارس الماضي كانت قبل رمضان بكام يوم وكانت في القاهره، فلازم نخرج بقى بره شويه، نخرج نشوف مناطق سياحيه زي شرم الشيخ او الغردقه. يعني احنا قبل كده وده جميل الحقيقه 2017 عندنا بطوله عالم في شرم الشيخ، هي كانت الافضل على الاطلاق في تاريخ كره السرعه على مستوى العالم في التنظيم والاعداد والعدد الدول اللي كانت مشاركه. 2022 قلنا نخرج نروح للغردقه لان هي برضو مقصد سياحي واحنا عاوزين نعمل سبوت طبعا لمدينه مهمه جدا هي عروس البحر الاحمر، وده واجب لينا يعني برضو ده مهم جدا، السياحه الرياضيه مهمه جدا 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 وبتلعب دور مهم جدا ولازم طبعا احنا نهتم بهذا الدور. يعني الدوله انا شايف مهتمه جدا بالسياحه الرياضيه واحنا كمان بنكمل هذا الدور من خلال الجزء الصغير اللي احنا بنلعبه كاتحاد سواء اتحاد مصري او اتحادات قاريه او الاتحاد الدولي للعب، فده مهم. الحاجه الثالثه برضو المهمه، احنا الغردقه مش غريبه علينا، احنا بنشارك بنعمل كل سنه بطوله للجامعات في مدينه الغردقه بتقام سنويا في شهر مارس بقالنا 14 سنه على التوالي لن تتوقف باشتراك مع او مشاركه مع الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعه جنوب الوادي. حقيقه في تناغم بين الثلاث جهات الاتحاد والجامعه والاتحاد الرياضي للجامعات، بيطلع نتاج حلو جدا ان احنا ازاي نجيب الاولاد في كل الجامعات المصريه حتى سواء الخاصه او الحكوميه او الدوليه، وساعات كنا كمان بنجيب جامعات دوليه من بره يشاركوا، مش رياضه بس، ده احنا بنديهم محاضرات ثقافيه، بنعمل لهم انشطه كمان رحلات بحريه عشان يبقى فيه تقارب وبيبقى كمان بيشارك فيها كل الابطال اللعيبه واللعيبه المصريين. بالمناسبه كم دوله هتشارك في البطوله؟ ان شاء الله احنا متوقع يعني هنخطي ال 25 دوله وده عدد يمكن هو الاضخم في تاريخ الاهلي. وعدد اللعيبه بقى اكتر من اعتقد اكتر من 350 380 لاعب ولاعيبه ده غير الحكام والاداريين والمنظمين. هي بطوله كبيره طبعا وكاس عالم واخده وجه كبير جدا لان احنا عاوزين نخرجها بصوره يعني احسن كمان من 2017 وكمان ندي صوره طيبه جدا عن السياحه وفي نفس الوقت ندخلها مع الرياضه. ما عشان التفصيله دي تؤتي ثمارها، هل تم التنسيق المبكر مع مثلا القنوات التلفزيونيه الناقله للحدث؟ هل ظبطتوا الامور مع عالم السوشيال ميديا؟ طبعا دي اهم شيء ويمكن هي دي النقطه المهمه جدا جدا جدا. انا بدون اي لعبه حتى كره القدم، يعني كره القدم مش هتبقى موجوده النهارده بهذا الانتشار المرعب وكلنا بنحب كره القدم الا عن طريق كل الاعلام في العالم منصب على رياضه كره القدم. فعشان كده احنا من فتره كبيره جدا بدانا نخاطب القنوات الفضائيه كلها الموجوده في مصر وبعض القنوات الاجنبيه، يا جماعه تعالوا في لعبه كذا واحنا كاتحاد هنعمل 1 2 3 4 وهنسهل لكم كل الاجراءات اللي انتوا تبقوا موجودين معانا لان احنا يهمنا يبقى احنا فعلا البطوله اللي جايه دي تدي رساله قويه جدا لبره ولجوه ان في رياضه مهمه زي بقيه الالعاب الثانيه. احنا في 2017 قدرنا ان احنا يعني نطلع بسبوت اعلامي قوي جدا في هذه الرياضه، وده يمكن النهارده زي ما حضرتك كده النهارده مستضيفنا النهارده واحنا بنشكر قناه النادي الاهلي يمكن لاول مره كره السرعه تبقى موجوده عليها،
ومش غريب عن النادي الاهلي طبعا وقناته. ده من ضمن الاجنده اللي احنا شغالين عليها، مش عشان بس بطوله العالم اللي جايه، بالعكس احنا عاوزين نبدا ثالث تعريف بالرياضه ذات نفسها. احنا كنا لسه في حلقه مع قناه النيل النهارده، الايام الجايه في حلقات مستمره انا وغيري ورئيس الاتحاد الاستاذ احمد الخطيب، بعض اللاعبين هنطلعهم. لازم الناس تعرف ان في ابطال عالم موجودين على ارض مصر. انا عاوز اقول لحضرتك مثلا مثال، انا عندي اللاعب محمد ناجي لاعب نادي هليوبوليس بيجيب 626 او 629 ضربه في 4 دقائق، يعني حضرتك بتتكلم في ضربتين و6 من 10 في الثانيه. يا نهار ابيض فعلا. والله اللي من حضراتكم على الاقل عارف الفكره العامه بتاعه الرياضه، ودي برضو فرصه نعرفهم اللي هي بتبقى يعني تفاصيل الرياضه دي عشان بس يقدروا يستنتجوا قد ايه الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها دي مذهله جدا الحقيقه. طبعا حضرتك اللعبه فيها ارقام كثيره جدا. لو احنا هنتكلم على الارقام، اللعبه فيها ارقام حضرتك كان ممكن اقعد محتاج حلقتين ثلاثه للصبح نقعد نتكلم الارقام اللي في هذه الرياضه. الرياضه دي فيها مميزات كثيره جدا، سواء التوافق العضلي العصبي، سرعه رد الفعل، قوه الابصار. ده لازم قوه الابصار ده اول حاجه. حاجات كثيره جدا بتساعد هذه الرياضه، رياضه ممتعه. بس احنا كمان بنفتقد كمان العلم. احنا في جمود في حاجات كثيره جدا. احنا لازم نتكلم على السلبيات قبل ما نتكلم على الايجابيات عشان اطلع لقدام. انا فضلت اقول ان انا عندي ايجابيات ايجابيات ايجابيات، اعتقد ان انا عمري ما هتحرك خطوه لقدام. بالعكس لازم اقول سلبياتي الاول ايه، وده قصور مننا كلنا سواء انا او غيري او احنا مش بنتكلم احنا، ولكن برضه هو مش قصور بمعنى قصور، لان في حاجات احنا فوق طاقه الاتحاد او طاقه الموجودين، لان في حاجات محتاجه امور ماديه كثيره جدا. قدامكم تحديات كبيره الحقيقه. جدا جدا. انا اقول لحضرتك حاجه، يعني من ميزات هذه الرياضه ان هي تمارس في اي مكان، ممكن في الاستوديو هنا اي واحد في بيته يمارسها، ومش محتاجه اي مكان يعني. ومكان مغلق ومكان مفتوح، في الحدائق، في المتنزهات، على الشواطئ. طبعا الحقيقة. ودي يمكن على هامش بطوله العالم اللي هتتعمل في الغردقه ان شاء الله. احنا عاملين بطوله عالم لاول مره هتبقى شاطئيه، ومن ضمنها كمان هنخلي كل المصطفين الموجودين الاجانب الموجودين على الشاطئ يمارسوا هذه الرياضه. عشان كده احنا بنصنع اكبر عدد ممكن من الاجهزه، وده كان يمكن كمان توجه معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، لا احنا مش عاوزين 8 اجهزه و4 اجهزه، احنا عاوزين يبقى في 30 40 جهاز موجودين. طبعا ده تحدي اكتر ان انا يبقى عندي العدد الضخم ده. بس هو برضه يعني طبعا انتوا قدامكم تحديات كبيره، ولا سيما في ظل ان الرياضه مش منتشره الانتشار المفروض تنتشره في البلد، لكن في المقابل مساله التعريف بيها، مساله ايجاد هي بتسموها ايه، اله المعده الواحده او الجهاز، ممكن الاجهزه دي كمان تتوزع في كتير من المدارس وكتير من المعاهد وكتير من الجامعات، وزي ما حضرتك تفضلت من شويه حتى على الشواطئ، حتى في الحدائق العامه والمتنزهات. يعني سهل ان انت تجبر الناس على ان هم ياخدوا بالهم من الحكايه دي ومن الرياضه دي، وشيء في شيء ممكن تبتدي تنتشر. هي سهل نشرها يعني مجتمعيا؟ بتهيألي مش لا من صعبة قوي. هي من صعبة. هي بس المشكله زي ما بقول لحضرتك التمويل المالي عشان اقدر اصنع الاجهزه. طب هو الجهاز كله حديد يعني احنا النهارده طبعا من كتر ما المصريين بيتطوروا جدا 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 في هذه الرياضه، احنا متفوقين على العالم كله بمراحل كبيره جدا. وده برضو يعني احنا كمان بنحاول كمصريين نخلي كل العالم اللي بيمارس هذه الرياضه يبقى زينا، لان احنا نفسنا يبقى المنافسه قويه. انا مش الهدف اللي انا ابقى متسيطر على اللعب، طبعا دي حاجه تفرحني كمصري، ولكن احنا برضو الهدف اللي يبقى فيه منافسه حقيقيه بين اللعيبه المصريين واللعيبه الاخرين من كل الدول العالم. يعني بس اقول لحضرتك على حاجه، هي المشكله ان الجهاز احنا كل شويه بنعلي التقل بتاعه. يعني زي ما بقول لحضرتك واحد بيجيب 600 يعني 660 ضربه ولا 600 وهكذا، اللاعب التي في لعيبه بيجيب في نص دقيقه في الوضع الواحد اكتر من 500 ضربه في النص دقيقه. والحقيقه ده رقم كبير، رقم طبعا رقم طبعا اعجازي. إيه الناس مش متخيله، في ناس بتشوف اللعبه اللي عارف شكل الجهاز واليه مش هيتخيل اللي بقوله ده حقيقة على لا هيستوعب مدى صعوبه اللي حضرتك بتتكلم فيه. الناس بتبقى فاكره ان اللعبه دي لعبه سهله، لعبة عمرها ما كانت سهله. ده لو الكوره لازقه في المضرب مش هيضرب عدد المضرب. لا يمكن، محتاجه حضرتك زي ما بقول لحضرتك في، ومحتاج اولا لازم دراع اليمين ودراع الشمال يبقوا قوي زي بعض طبعا، يعني بالتساوي. انت عارف حاجه، انا بضرب بلعب بمضرب ومضرب ومضرب ايدي الشمال بشكل دائري، وبعدين بضرب مضربين في وقت واحد. فدي برضو لعبه مش موجوده في العالم كله، نلعب بمضربين في وقت واحد والعب ضد الزمن لوحدي. لعبه مهمه جدا للبار اولمبي،
انا شايف ان هي كل مهمه جدا جدا طبعاً. جدا سواء اللي عنده اعاقه ذهنيه اللي هنا بتساعده على الاشفاء بنسبه كبيره جدا او حتى عنده اعاقه في النصف التحتي بالظبط اللي هو حتى على الويل تشير او على الكراسي المتحركه طبعاً. مش محتاج حد يساعدني طبعا بالعكس انا ممكن العب لوحدي في بيتي صحيح. مش اي ممكن اتنين قدام بعض طبعاً. فدي فيها بقول لحضرتك هي فيها مميزات كثيره جدا اتمنى طبعا ان صوتنا ده يوصل لكل المسؤولين في الدوله يا جماعه احنا عندنا لعبه لازم تاخد حق اكتر من كده ولازم يكون فيها مساعده كبيره انا مش موضوع مساعده ماديه اكتر ما هي ايجاد شركات فعلا تيجي تقول والله احنا فعلا هنتبني هذه الرياضه اللي نشرها في العالم بره احنا جوه مش هقول لك مهتمين بيها قوي زي بالعكس احنا عايزين نشر العالم كله عايزين بدل ما يبقى عندي 30 دوله بتمارس هذه الرياضه عايزين يبقى 60 دوله 70 دوله 80 دوله نتمنى ان شاء الله ان كل التطلعات دي تتحقق باذن الله في الفتره اللي جايه ويمكن يعالم يمكن بعد ما ان شاء الله نحسن استضافه فعاليات بطوله كاس العالم لكره السرعه في الغردقه ان شاء الله يستجد بعض الامور اللي من شانها تساعد في مساله نشر الرياضه دي في مصر كما ينبغي احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا نورتنا وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله ده انا بشكرك وتحياتي لقناه النادي الاهلي والنادي الاهلي والتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا طيب يا حضرات اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده خليكم معانا يا اهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي خلوني بس افكركم ان ما يعني في الجزء الاخير من حلقتنا هنقرا تعليقات حضراتكم اللي مشكورين بعتوها لنا ردا على طلبنا فكره ان انتم تبعتوا رساله دعم للعيبه الجدد اللي هينضموا لصفوف الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي واللي هيبتدوا معاه ان شاء الله الموسم الجديد وبالمناسبه في سياق الفقره دي برضو هنعرض لحضراتكم كده تقرير كنا صورناه بالفعل مع مجموعه من جماهير النادي الاهلي وسمعنا وشفنا يعني تعليقاتهم ايه وهنعرفها لحضراتكم ولكن خلونا دلوقتي نتكلم على المستجدات اللي عندنا احنا عندنا مستجدات كتير في النادي الاهلي عندنا النادي الاهلي ذات نفسه بيستعد لبدء موسم جديد يا رب ان شاء الله يكون موسم متميز وكمان عندنا المنتخب بيستعد لثلاث ماتشات وديه برضو يعني استكمالا كده للتجهيز والتاهيل لما هو قادم كل دي ملفات هنتكلم فيها مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي منورني في حلقتنا النهارده صباح الخيرات على حضرتك اخبارك ايه كله تمام الحمد لله بخير في حركه اليومين دول والدنيا شغاله حلو يعني طبيعي طبعا موسم الانتقالات او الفتره بتاع الانتقالات بالاضافه طبعا لبدايه المشوار الافريقي تحديدا للنادي الاهلي يمكن قبل كده الزمالك سبق وفيوتشر لكن الاهلي وبيراميدز بعد كده هينضموا من الدور ال 32 سواء في دوري الابطال او الكونفدراليه فطبعا دي حاله رواج يعني دي عاديه تعالى جدا تعالى نبتدي بالاهلي على ذكر الاهلي نبتدي بالاهلي قبل ما نروح مع حضرتك للمنتخب وكيف رايت الصفقات الجديده ورؤيتك لما هو قادم ان شاء الله في الموسم الجديد والله يمكن الاهلي ما عملش الا يمكن ثلاث صفقات يعني او يعني عدد محدود تم الاعلان عنهم دول اللي تم الاعلان طبعا عنهم لكن عايز اقول ان هنا في مصر يعني اللعيبه في مصر كلهم شبه بعض يعني بقت العمليه مفيش حد فارق قوي يعني خلينا نتكلم بكل صراحه اللي فارقين الموهبه نضبت من عندنا دي حقيقه ايه اللي حصل طيب ليه ده حاصل ما بقاش فيه كشافين زي زمان ما بقت الموضوع بقى بالنسبه مش وكلاء اللاعبين السمسر تحديدا بقى في المقابل انت عندك دلوقتي الثقافه حتى الشعبيه المجتمعيه كتير جدا من اولياء الامور والاهالي اللي عندهم اطفال صغيرين عايزين يشوفوا ولادهم محمد صلاح تحديدا فده نتج عنه تشجيع كتير من الاهالي لاولادهم على ممارسه الرياضه دي بالتحديد صحيح موجود ده من الاهالي عايزين ولادهم كلهم يبقى لعيبه حتى لو مش محمد صلاح يبقى لعيب بملايين في الدوري المصري بس هيطلع لنا محمد صلاح في النص مفيش مشاكل في المقابل ظهرت لنا الاكاديميات والكلام ده كله اغلبها للاسف الشديد تجاري. يعني مش عايز اقول نصب يعني خلينا نتكلم بصراحه يعني تجاري القطاعات الناشئين اغلبها برضو في اغلب الانديه المصريه مش بالمستوى اللي هو بيدل ان ما بتفرجش كتير للانديه الفريق الاول في كل نادي بقت العمليه ما بقاش الاهتمام بقى عليها البيزنس اعلى من الموهبه زمان كان مثلا كابتن عبد البقال او الراحل العظيم عبد البقال كان بيجوب المدارس وكان بيشوف في دوري المدارس فكان بيشوف اللعيبه يعني في عين بتشوف دلوقتي ما بقت النهارده حتى الاختبارات تلاقيها ايه الاف مؤلفه بتروح تعمل الاختبارات طبعًا وفي طبعًا النهايه بخمس دقائق بيلعبوا في لعيبه اصلا في اطفال ما بيشوطوش الكره اصلا بعد ما خلص يلا شوف غيره يعني الموضوع بقى ايه بزنس شويه يعني اهتمام الاهالي ليس كافيا لكن في المقابل ما فيش العين الخبيره بقى الموضوع بقى بزنس خلاص يبقى نجم كبير باسمه فهيعمل اكاديميه مش عارف مين فاكاديميه صلاح اكاديميه اي كلام في اي كلام طبعًا في النهايه ما فيش الاسس ما فيش الكلام ده مش موجود يعني للاسف الشديد ده ظهر
او خلينا نستخدم لفظ واقعي شويه طفح على الكره المصريه. مع ان الكشافين في الزمن اللي احنا فيه ده من مصلحتهم ان هم يروحوا كل قريه وكل كفر وكل نجع، وبقت العمليه اسهل، يدوروا على بقت العمليه اسهل. انا قاعد النهارده واحد في اسوان هيوريني حد بالفيديو على الواتس، هيبعت لي فيديو بلاش هيفتح لي لايف اشوفه يعني مثل. العمليه بقت اسهل شويه. صحيح. لكن بقت العمليه فيها البيزنس اعلى شويه يعني بقت تلاقي حتى يعني انا وجهه نظري ان احد اسباب انهيار الكره المصريه او تراجع الكره المصريه مش انهيار، مش وكلاء اللعيبه، لا السمسره بقت العمليه النهارده لاعب هيروح من نادي للأمانة لنادي. للامانه يا استاذ محسن تحس ان الفلوس افسدت كره القدم عموما. بالظبط، يعني حولتها من رياضه وحتى من صناعه الى تجاره. بالظبط، يكفي ان اقول لحضرتك ان يعني مفيش لاعب عندنا يستاهل مليون جنيه في السنه. مفيش لاعب قيمته توازي مليون جنيه يعني، لكن النهارده بتسمع اقل حاجه النهارده 15 و20 وهو لاعب ما يفرقش عننا حاجه في الكوره يعني. يلا طب ما نلعب بقى حسك. بالظبط، احنا لا يلا بقى راحت خلاص يعني هي جت عليا. بالظبط صحيح. فهي القصه كده بقت النهارده السمسره للاسف بقت ايه، انا هجيب لك لاعب من ايد لايد لايد طبعًا. لايد من ده بيوسط وده يعملوا عمليه سهله جدا. رؤيتك للتلات اسماء اللي انضمت مؤخرا؟ لا طبعا كويسين اكيد اضافه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كمان بس الناس ايه بصت للمشهد الاخير في نهايه الموسم، النادي الاهلي محتاج فرقه كامله. لا ما هو النادي الاهلي عنده فرقه كامله قاعده مريحه. ما هو ده يعني ما حدش خد باله من القصه دي. فبالتالي التدعيمات انا في وجهه نظري في الدور المصري محدوده شويه، لان كلهم اشباه هم زي اللي عندك انت ايه. هي العمليه حتى تلاقي غربله يعني ايه، ده راح من الاهلي راح من هنا وده جه من هنا جه هنا، هي كلها ما فرقتش كتير. لكن الاضافه اللي عندك هتكون اللي من بره اللي هو تحديدا سافيو البرازيلي. طبعا هو بالنسبه لنا ما حدش عارف هو هيبقى يعني، حتى ان كانت الفيديوهات رائعه ولاعب قوي، لكن في النهايه على ارض الملعب حاجه مجرد جنسيته مطمئنه الى حد كبير. لا وكويس ان في عين راحت للجزئيه دي، لان احنا دايما الاجانب بالنسبه لنا افريقيا او حتى شمال افريقيا اخواتنا العرب، ما هو برضه افريقيا. لكن ما رحناش بعيد قوي الحته دي او نادره شويه يعني، كان اخرها في النادي الاهلي ايفيلينو تقريبا. ايفيلينو كان في كاستيلو من كولومبيا قبل كده، لكن مثلا شفنا كينو في البرازيلي في بيراميدز من كام سنه كان ظهر بشكل كويس. فكويس ان انت تروح للمنطقه دي لانها بعيده شويه والمهاره متوفره طبعا في امريكا الجنوبيه وتحديدا البرازيل. وكمان برونو سافيو يقال ان هو عنده نفس الكفاءه ونفس القدره على اللاعب الجيد في ثلاث مراكز مختلفه. ودي برضو اعتقد تفصيله تهم يعني الجهاز الفني. كل ده حلو يا استاذ كريم، لكن في النهايه يبقى التطبيق على ارض الملعب. ما انت ممكن تجيب لاعب رائع جدا وليكن هالاند مثلا بس هل هينفع مع الملاعب بتاعتنا مع الاجواء بتاعتنا مع الامور يعني ان انت تتفاهم الثقافه هنا؟ عشان كده تلاقي بالمناسبه وده يعني استطراد كده بسيط، المدربين البرتغاليين بينجحوا جدا في مصر لانه بيعرفوا العقليه، بيخشوا في دماغنا، هم قريبين شويه يعني منا، مش المان مش فرنسيين مش تلاقيهم ايه خلاص عرفوا دماغ الجماعه المصريين فبينجحوا. فكنت تلاقي في وقت من الاوقات مدرب الاهلي مدرب الزمالك مدرب فاركو تقريبا ومدرب المنتخب الاولمبي والاول كلهم برتغاليين يتحدثون لغه واحده، فعشان كده هم بينجحوا اكتر. ف بدا بيتوقف بالنسبه لبرونو سافيو ان هو يتاقلم مع الطبيعه في مصر، يعني طبيعه الكوره في مصر، طبيعه النادي الاهلي تحديدا، لانه النادي الاهلي طبعا بحكم نادي كبير ونادي عريق فليه مواصفات خاصه. حلو، ده بالنسبه للثلاث اسماء اللي استجدت من اللاعبين. طب بالنسبه للاسم اللي استجد كمدير فني؟ طبعا كولر السويسري. طبعا احنا في النادي الاهلي او الجمهور في النادي الاهلي واخد انطباع جيد عن المدربين في سويسرا بحكم فايلر طبعا، لان فايلر المدرب الاخر مدرب للنادي الاهلي حقق المعادله الصعبه الفوز والاداء يعني. بعد كده يا اما فوز والناس مش زعلانه خايفه من يعني متضايقه من الاداء، او ما فيش اداء او في اداء وما فيش انتصارات يعني. لكن هو ده بصراحه كان عامل المعادله الصعبه في النادي الاهلي، الفوز المتعه والانتصار، انتصار بعدد اهداف كبير زائد متعه على ارض الملعب. طيب برضه خلفيه المدير الفني الجديد اللي مليانه تفاصيل، بس هنقف عند تفصيله واحده منها، فكره ان هو لما مسك منتخب النمسا تقريبا كان في المركز الحاجه 70 على مستوى العالم وطلع بيه للمركز العاشر. مطمئنه برضو التفصيله دي؟ ما هو ما تنساش حاجه مهمه جدا يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي اي حد بيدربه بيعلى يعني، دي هتبقى ده سبورت ليه، تاريخ قوي طبعا. ده يديله هو في مع نادي كبير زي النادي الاهلي بالامكانيات دي بالقوه دي يقدر يحقق اكتر، يقدر يحقق يعني مثلا جوزيه المدرب، لان مقادير الطبخه الحلوه موجوده بالظبط يعني. مانويل جوزيه حقق نجاحات عظيمه والمدرب الاسطوره في النادي الاهلي ده صحيح، لكن هو قبل ما يجي النادي الاهلي ما كانش حاجه معلش، كان بيدرب مين يعني في البرتغال. لكن
توليفه النادي الاهلي ساعدت مع العقليه دي. عشان كده انا عجبني في الراجل ده حاجه واحده بس، ان هو رفض مثلا يظهر في قناه الاهلي او في اي اعلام، لانه الراجل ما عملش حاجه. حتى في المؤتمر الصحفي قال لك احنا من ساعه ما جينا واحنا عاملين نتشكر وما عملناش حاجه يا جماعه لسه. وقال كمان حته انه انا يهمني الفوز اهم من الاداء. هو بصراحه لخص الموضوع، لان انت انا النهارده يا فرحتي عمال تجيب تعمل زي فريق هارلم ده بتاع السله وفي الاخر مغلوب ما خدش حاجه، يعني ما ياخدش حاجه. هو فريق استعراضي، لا طبعا النادي الاهلي فريق بطولات في الاساس قبل الاستعراض. بس يا ترى هو مدرك طبيعه جمهور بقى النادي الاهلي اللي هو اكيد عايز فوز، بس فوز لا يخرج من الاداء المرضي. ما هو مع الوقت بيدرك ده. ما هو اكيد طبعا لما جاء يعني، بس احنا كجماهير تخض يعني هو جماهير النادي الاهلي بكلمك بامانه والله. أيوة. مش احنا نخض اي حد، ان هو بيبقى جاي ماشي بالكتاب بيقول ايه. أيوة. ويعمل زي ما الكتاب بيقول. حركة على احنا جمهورنا مش زي ما الكتاب بيقول. بالظبط، جمهور الاهلي مختلف فعلا. لان مثلا اما يجي مثلا سي في مدرب يجي يقول لك ايه ان هو حصل على لقب الوصيف في بطوله اوروبا سنه مش عارفين. ده انجاز بالنسبه للمدرب، لكن ده مش انجاز في النادي الاهلي. صحيح. ان انت ايه ده موسيماني حصل مثلا مع الاهلي بعيد عن بطولات افريقيا. أيوة. خد وصيف، لا ده مش انجاز. يعني ده مش انجاز في عرف النادي الاهلي. ده وصل للمربع الذهبي في بطوله مش عارف مين، لا ده مش انجاز. ده عند جمهور النادي الاهلي ده هو النادي الاهلي يا رقم واحد، الباقي بقى بلا وصيف بلا الكلام ده مش بتاعنا يعني. او برضه استاذ محسن من ضمن تفاصيل خصوصيه جماهير النادي الاهلي على يعني على ذكر المثال حضرتك تفضلت بيه، فتره موسيماني موسيماني كسب ايه ولا ايه ولا كسب كل حاجه تقريبا. اثنين كاس واثنين برونزيه كاس عالم واثنين سوبر افريقي يعني عمل كل حاجه، بس لمجرد انه خسر الدوري الترابيزه اتقلبت جماهيريا. ما هو حتى كان نتكلم فيها قال لك جمهور غريب يا جماعه، يعني يعني مش كل يعني على طول على طول. ما هو ده هو النادي الاهلي كده يعني. حتى الناس مثلا في جزئيه كده، الناس مثلا بعض من جماهير الاهلي لام مثلا على جمهور الزمالك انه احتفل بالدوري بشكل مبالغ. لا مش مبالغ، دي فرحته يفرح بها هو زي ما هو عايز. انت ما فرحتش بها قوي زي ما بيفرح. يعني مثلا الاهلي خد بطوله افريقيا، مش هقول لك اللي هي التاسعه اللي كانت على حساب الزمالك لان دي اكيد لها عند جمهور الاهلي وقع تاني، لكن مثلا البطوله الثانيه اللي كسبها البطوله العاشره في تاريخ النادي الاهلي على حساب كايزر تشيفز ما كانش فيه فرح. يعني يعني عادي خلاص الاهلي كسب كانت عادي. انت ما فرحتش ببطوله افريقيا، غيرك يفرح براحته، لكن انت اللي وصلت الامور بالنسبه لك ان هي عادي عادي. خد بطوله افريقيا عادي، خدنا كاس ال والسياسه تقلب الصفحه دي اللي مفرهدانك. لا انت النهارده خدت البطوله، عايزين ناخد وقتنا في الفرحه. لا ما دي برضو عيب، قال لك اقلب الصفحه ربنا يستعد للي بعده. على فكره من اللي رسخ الحاجات دي كان احد اسبابها بصراحه مانويل جوزيه. يعني انا كنت محضر له المؤتمرات، مؤتمر صحفي مثلا، انا حضرت مؤتمر صحفي كان الاهلي كسبان بطوله افريقيا. بعد في المؤتمر ما قالش مثلا ايه، قبل ما يقول كان بيقول الكلمه قال لك احنا خلاص البطوله دخلت الدولاب، غدا عندنا راحه، وبعد الغد سنستعد لكاس مصر. خلاص الموضوع بالنسبه له خلاص يعني خش. فهو خلاص شوف اللي بعده، شوف اللي بعده، شوف اللي بعده. لكن كان قبليه كنت تقعد لمده اسبوع كامل او شهر شغال عناوين والفرحه مستمره في الاهلي ومش عارف مكافئات مش عارف انت عايش الفرحه. هو لغى الكلام ده وخلاك البطوله اللي بعديها. طبعا دي مشكله في النادي الاهلي لان هو نادي بطولات. طب. فمن خمس بطولات الاهلي مثلا بيخشهم في الموسم او من سته، ان خد خمسه وخسر واحده المدرب فشل. طبعا دي مشكله عند النادي الاهلي. لكن اعتقد يعني كولر من الانطباع الاول بالنسبه لنا ليه هو جاي كده يعني كدا يعني اعتقد ان هو ايه فاهم الدنيا ماشيه ازاي. وعنده بالمناسبه يعني الاهلي في معسكر تدريبي، فدي حاجه كويسه جدا. الاهلي ما سمعناش الجمله دي بقى لنا 3 4 مواسم. الاهلي ما فيش معسكر اعداد. فكره التدريب اليوم الكامل دي ايه رايك؟ لا هو غير التدريب اليوم، هو الاهلي ما كانش فيه معسكر، كان المواسم متلاحم. يخلص افريقيا اللعيبه ما كانوش بيحاولوا يروحوا بيوتهم اصلا. بالظبط، البطولات رايحه جايه، وبعدين يخلص افريقيا ده كان يعني قايم بدورين في افريقيا هنا. صحيح. ويطلع يعني بطوله افريقيا حتى لو المنتخب مصر كان فاز، طلع بالطياره من كاميرون على دبي، ومن دبي على عشان يلحق كاس العالم للانديه في الاهلي. أيوة. وما لحقش حتى يزعل، مش هقول لك يفرح، ما لحقش يزعل. صحيح. فانت النهارده كون ان في معسكر اعداد النادي الاهلي، دي جمله ما سمعناهاش بقى لنا سنين، اللي هو الطبيعي بتاع البني ادم. أيوة. اللي هو الراحه السلبيه، اللي هو البني ادم، البني ادم اللي عايز يرتاح. لعيبه النادي الاهلي على ذكر الراحه، تعالى نروح للمنتخب. وفتره الراحه والتوقف الدولي استغلها فيتوريا في فكره يعني انه يلعب ماتشين وديين مع النيجر ومع ليبيريا. فبرضه القرار ده شفته ازاي؟
شوف، هو انا مضايقاني قوي ان احنا بنلعب مع النيجر ومع ليبيريا، مش تقليل منهم، لكن انا بلاقي غانا بتلعب مع البرازيل مثلا يعني طبعا. بس هو كويس انه بيلعب، لان احنا خلي بالك احنا احد مش احد اسباب، اهم سبب خروجنا او عدم تاهلنا لكاس العالم ان احنا ما لعبناش الماتشات دي حتى مع النيجر ومع حتى ليبيريا، فبالتالي نزلنا في التصنيف، ففي النهايه قابلنا السنغال وحصل اللي حصل. لكن كنا ما بيلعب ده شيء كويس، لكن في الامور اللي حصلت في المنتخب دي يعني امور ساذجه جدا، ان تحصل مشكله مثلا على الرقم واحد ما بين الشناوي والشناوي، ان تحصل مثلا ازمه الشاره، ان مثلا يكون في اتفاق بينه وبين مدرب الزمالك عشان مثلا عواد هو طبعا حارس الاكثر خبره في الزمالك وحارس طبعا لا غبار عليه، ان هو يسيبه عشان ماتش اليكت اللي هو الثاني، وبعدين يطلع عواد يقول لا انه ما حصلش اتفاق، ده استبعاد فني. مش ممكن يكون استبعاد فني، يعني اللخبطه دي عيب انها تحصل. مش حلو ان احنا نبتدي مشوارنا الجديد بتاع بالظبط ان يكون في احمال زياده، لا ده عيب. يعني انت معظم اللعيبه هتشتكوا من الاحمال الزياده في الفريق، لان المعد البدني ادهم احمال عاليه شويه زي اوروبا. لا يا جماعه احنا مش زي اوروبا، يعني ده اثر شويه. ان هو انا مش معاه في التصريح، بس هو قال لك ايه، احنا لا قاعد لا بكاس الامم الافريقيه ولا بصعود لكاس العالم. اذا كنت انت معمول لك اصلا 4 سنين عشان كاس العالم، وكاس العالم اللي جاي هو اسهل تصفيات ليك بالنسبه لك، لان المره اللي فاتت كانوا 5 من افريقيا، المره اللي جاي من البدء المره الجايه 9 من افريقيا. طب انت عايز ايه تاني؟ يعني انت مفترض انت صعد، يعني انت عايز ايه تاني؟ فهو قال التصريح، انا متفاهم طبعا، هو مدرب بيرفع الحمل من عن نفسه، محدش يطالب منه حاجه، بس ده منتخب مصر، انت مش منتخب النيجر مع احترامي ليه، عشان تقول انا مش هتاهل لكاس العالم وما شافوش بكاس الامم. ده احنا اللي مسيطرين على كاس الامم دي بتاعتنا. فالتصريح وفعلا الى حد كبير انت جاي مين لي عشان كاس العالم اصلا؟ في النهايه احنا عايزين انت لو خيرت الشعب كله اصعد كاس العالم ما كنتش بطوله افريقيا، لان احنا تشبعنا منها شويه. اهم حاجه عندنا كاس العالم، كاس العالم، كاس العالم. واحنا على مدار تاريخنا انا بتكلم هنا على المنتخب، مش على الفرق ولا على كاس العالم للانديه. تمام، انا بتكلم على كاس العالم، كاس العالم اللي بجد. احنا ليه مش موجودين في كل نسخة من كأس العالم، طالما ان احنا عندنا لعيبة يعني يقدروا، يعني اضعف الايمان يوصلونا؟ ليه ده ما كانش بيحصل؟ ليه بتبقى أملة قوي بالنسبة لنا ان احنا نشارك في كأس العالم؟ ليه بعيد كده؟ لا يعني هي مش سبب واسباب، يعني امور متراكمه. كنت تلاقي دايما في يعني حاله، مش في اي زمن الدنيا ظبطت معانا غير يعني في كام مره المعدوده. ايام الجهري الله يرحمه في سنه 90 هو ساعتها نجح انه يعمل الالفه دي، كان منتخب مصر بيجيد تماما في البطولات المجمعه مش التصفيات المتباعده، عشان كده كان منتخب مصر تلاقيه مثلا في تصفيات كاس العالم 98 خسر من ليبيريا، وبعدين في 2002 اتعادل مع ناميبيا مثلا او مش عارف بنين، حاجات ما هي الحاجات الصغيره دي كانت اللي بتضيعك. ما هو المنافس اللي معاك صعد ليه؟ يعني مثلا تونس صعدت على حسابك في 98، خلصت بقى على ليبيريا والكلام اللي هو البسيط ده، عشان وخلت المواجهه معاك مع مصر خلاص، شكرا ما بقتش دي مشكله، انت خسرت قدام النرويج. كذلك في 2002 انت كان معاك الجزائر وكان معاك المغرب، تاهلت السنغال لان هي استفادت من تخبيطك مع كله، مع ان انت مباراتك مع السنغال انت تعادلت معاها على ارضها وفزت عليها في القاهره، في حين ان هي هزمت منتخبي الجزائر والمغرب ويعني كانت النتائج المباشره هي الافضل، لكن انت خسرت قدام الناس دي بقى، تعادلت مع مش عارف الجزائر، اتغلبت من المغرب وتعادلت مع المغرب، يعني انت عمال تسترسب نقاط، لان البطولات المجمعه بالنسبه ليه كان منتخب مصر ينجح؟ يعني كان يقول لك منتخب مصر عملاق الكان، قزم المونديال عملاق الكان اللي هو كافريقيا، ان هو بيقدر يجيد فيها، لان دي البطولات المجمعه بيجمعوا نفسهم بيجيدوا الكلام ده، بيعرفوا الاجواء الافريقيه، بعكس اخواتنا في شمال افريقيا دايما عفوا في المغرب العربي، يعني دول المغرب العربي العكس بقى، يصعدوا كاس عالم ويخفقوا في البطوله دي. ليه؟ لان ما عندهمش الحته دي، بس بيعرفوا يجمعوا نقاط من المباريات المتبعده. طيب خليني برضو اقف مره ثانيه مع حضرتك بعد اذنك عند فيتوريا، وكلمنا عنه من شويه يعني مع المنتخب النمسا، تعال نتكلم عن فيتوريا مع بنفيكا اللي في وقت من الاوقات فاز على اتلتيكو مدريد في عز جبروته وفي عز قوته، ولكن هو الى حد ما مصنف كمدرب دفاعي، بيميل عنده جنوح شويه نسبي للدفاع. الى اي درجه دي ممكن تبقى عيب او ميزه بالنسبه لنا؟ لا هي مش عيب، هو يعني منتخبنا للاسف ما فيهوش كم مواهب كتير، يعني هو صلاح، ممكن تريزيجيه، ممكن مصطفى محمد يلطش حاجه قدام، حاجات بسيطه للاسف. احنا مش منتخب، مش زي منتخب السنغال اللي من حارس المرمى لحد قدام كلهم نجوم، كلهم نجوم، حتى ساديو ماني اللي هو النجم لا مش باين في وسطهم، يعني لو غاب مش هيفرق، لكن احنا منتخب صلاح، خلينا اعترف بذلك. فانت للاسف هتبقى الكره عندك دفاعيه اكتر، هتبقى بقى حتى في وجود صلاح، لان انت لو تتذكر كده من وقت قريب كان ايام المدرب
الارجنتيني كوبر كان يقول لك ده منتخب صلاح، باسل صلاح، باسل صلاح، ما هو انت ما عندكش حد. فهو طول ما المشكله دي موجوده انت ما عندكش مواهب في كل المراكز او ما عندكش لعيبه فارقه معاك في كل المراكز. يمكن مرموش شويه في الفتره الاخيره، تريزيجيه لما يرجع، مصطفى محمد، الحاجات دي تفرق معاك شويه، تدي لك انتعاشه هجوميه، لكن بشكل عام انت للاسف هتظل منتخب دفاعي يعني. على ذكر باسل صلاح، يعني رايك ايه في اللي حاصل مع صلاح في يعني الوقت الحالي وتاخره نسبيا في قائمه الهدافين؟ وفي ناس بتقول ان الموضوع ده مش تقصير منه، ولكن المركز اللي اجبر على ان هو يلعب فيه صحيح بيخليه بالكاد صانع اهداف وليس هداف. شوف الكعباله دي رايك لا هو يعني. طبعا صلاح بيدفع ثمن تذبذب مستوى ليفربول كله. يعني ليفربول كله السنه دي، وبالمناسبه مش غياب ساديو ماني، عشان بس ما هو ساديو ماني ما هو اللي في الدور الالماني ده الخامس ولا السادس دلوقتي، وعنده اخفاقات، ثلاث تعادلات جا غير من جلده فخسر، وبرده مش محسوس قوي، مش هو ده، مع انه البدايه كانت واعده يعني. لكن مش ده السبب، السبب ان هو اللعيبه ما زال عندهم غياب الانسجام. انا بثق طبعا في مدرب زي يورجن كلوب، قال لك احنا محتاجين فتره انسجام، لان ليفربول عنده شويه شباب صغيرين محتاجين يوصلوا لمرحله صلاح وفيرمينيو وساديو ماني في وقت من الاوقات. عنده دياز، عنده جوتا، عنده اللاعب انونيز اللاعب الجديد ده، عصبي شويه، فرقته خسرته بطرد في ماتش وغاب الماتش الثاني، فكل دول شباب صغيرين محتاجين يعني يركزوا شويه. طبعا ده هيجي مع الوقت، وده ما لما يحصل هيكون الفريق ممكن يفوق، لكن طبعا الفريق خسر كتير السنه دي، خسر نقاط كتيره في الدوري الانجليزي، وكمان ده مأثر بقى على صلاح اللي كان بيبتدي الموسم بشكل كويس جدا ويسجل وهاتريك وجونين وثنائيه، لكن طبعا في بلوى مسيحة اسمها شايف مين الاقرب للفوز في الدوري الانجليزي السنه دي؟ لا الموسم ده الدوري الوحيد اللي ممكن تقدر يعني، ده الوحيد عارف، لو حتى في لو السيتي النهارده فارق مثلا ب 10 نقاط عن اقرب حد برضه وارد، لا يمكن ده الدوري الانجليزي ملوش ماسكه يعني. النهارده ارسنال موجود ممكن يتعثر يعني، شوف مثلا مانشستر يونايتد اول ماتشين تقول ده ينافس على الهبوط، بعد كده مانشستر يونايتد في المربع الذهبي مولع الدنيا. لا في المربع الذهبي ليه؟ تركيبه خلاص عرفوا ما شافوش. الدوري الانجليزي ملوش ماسكه، الدوري الاسباني ليه؟ الدور الاسباني ليه؟ ريال مدريد. انا في وجهه نظري هقول ليه من بدري كده، هقول لحضرتك ليه، لان ممكن الناس تقول برشلونه، طبعا اتلتيكو مدريد بعيد شويه بمستواه الحالي، لكن برشلونه واضح انه عنده معاناه نفسيه، الماتشين الوحيدين اللي تعثر فيهم الموسم ده كان نفسيا، تعادل قدام رايو فالكانو في اول مباراه في الدور الاسباني، وهو ده فايكانو السنه اللي فاتت ده الفريق الوحيد اللي كسبه ورايح جاي، فدي حاجه نفسيه. بدا الموسم قدامه في الكامب نو كان مرشح يفوز، ومع ذلك ما قدرش حتى يفوز، وكان هيخسر كمان المباراه. والتعثر الثاني كان قدام بايرن ميونخ، وطبعا العلاقه بين برشلونه وبايرن ميونخ نفسيه اكتر، اخر اربع مباريات خسرانهم كلهم بنتيجه 16-2، يعني 16 هدف دخلوا مرمى المنتخب فريق برشلونه مقابل هدفين، يعني خسر 8-2، خسر 3-0، خسر 3-0، خسر 2-0، وهو خسر، لا العمليه صعبه قوي بالنسبه له، تقيله كتير، تقيله، فهو خسر نفسيا، واضح انه عنده مشكله نفسيه رغم انه عامل ميركاتو عالي جدا وليفاندوفسكي لا بصراحه فرقه هايله، لكن فرقه ريال مدريد لما تشوفها على ارض الملعب لا فرقه واقفه اقدام صلبه على ارض الملعب، يكسب كفايه الفوز في ديربي مدريد اول امبارح على اتلتيكو، رغم تراجع اتلتيكو لكن اتلتيكو فريق رخم بلغه الكوره. فلا يا جماعه ريال مدريد اقدر اقول لحضرتك بنسبه كبيره بطل الدوري الاسباني. هو الحاجه الاكيده ان عندهم كره قدم ممتعه، نتمنى ان احنا صحيح نبقى على كره قدم بجد، احنا عندنا حاجه كده يعني بنهرج احنا كده عدي حاجه عدي. نورتنا يا استاذ محسن، بشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. طيب يا حضرات، فقرتنا الحواريه الثانيه انتهت، ولكن الحلقه نفسها لم تنتهي بعد، اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نقرا تعليقات حضراتكم، خليكم معنا. الجديد واحنا ان شاء الله مستبشرين بيه خير، وبنتمنى له التوفيق باذن الله، وبنرحب بالصفقات الجديده اللي امن بيها الاداره، واحنا ان شاء الله متفائلين بيها خير انها تكون صفقات قويه، وان شاء الله تكون اضافه قويه للنادي الاهلي.
حابب اوجه رساله الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ودعمه اللامحدود للصفقات الجديده، وانا حاسس ان هي صفقات ان شاء الله هتعمل حاجه مبهره، وان شاء الله هيبقى دوري مميز، والنادي الاهلي عودنا ان هو صفقاته كلها مميزه، وبس انا بطلب من الجماهير انها تصبر على الصفقات وما تستعجلش الحكم، عشان هم هياخدوا وقت لغايه ما يتاقلموا مع الفرقه. الصفقات الجديده انتوا يعني بنقول لكم الكيان، انتوا دخلتوا في كيان كبير، انتوا دخلتوا في النادي الاهلي، كلنا دعم ليكم. النادي اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في مصر، لازم تحسوا بالمسؤوليه، لازم تحسوا ان النادي كل ما اديت للنادي كل ما النادي ادالك. جماهير النادي الاهلي في كل حته، احنا كتير الحمد لله، وكلنا دعم للناس الجديده، وان شاء الله هتكونوا اضافه قويه لينا. اتمنى ان هم يبقوا على قد المسؤوليه ويبقوا مقدرين الفرقه اللي بيلعبوا فيها والاسم بتاعها والبطولات اللي بناخدها ومتعودين عليها. اتمنى يعني يكون وصل لهم حاجه زي كده قبل ما يجوا، وان يعني هم يبذلوا اقصى ما عندهم في الملعب عشان الجمهور اللي موجود وعشان البطولات اللي احنا بنحصدها. اتمنى ان شاء الله التوفيق لهم ويحالفهم الحظ ان شاء الله معانا مع النادي الاهلي نادي القرن، ان شاء الله يبقوا يقدموا مزيد من الدعم ان احنا نحصد مزيد من البطولات والالقاب، واحنا في دارهم وبندعمهم. الصفقات جايه في وقتها كويس قوي قوي قوي، وجايه قبل التجهيز بتاع الفتره اللي قبل البطولات ما تبتدي، واتمنى ان هي تبقى صفقات موفقه. انا قريت عنهم كلهم الحقيقه، هي صفقات كلها ذات قيمه، وواضح ان هي تم اختيارها بعنايه شديده جدا، والكابتن محمود الخطيب الحقيقه عينه فاحصه وذاكرته فاحصه وكل حاجه عنده رائعه، فهو بيختار بشكل رائع. وطبعا مش عايز انكر دور لجنه التخطيط، لان لجنه التخطيط ليها دور برده كبير في الموضوع ده. بالنسبه لنا صافي دوت طعم جديد، لانه لعيب جاي من البرازيل، وتملي الاهلي متعود او مصر متعوده تجيب لعيب من افريقيا، فاحنا نجيب لعيب من البرازيل ده حاجه جديده علينا. اما بالنسبه لشادي حسين فطبعا دوت زي ما بنسمع ان هو ابن النادي يعني من زمان، فدي حاجه تشرفنا ان هو يكون موجود وان شاء الله يكون اضافه للنادي. اما بالنسبه لميسي فبرضه سمعنا ان هو لعيب حريف، والاهلي محتاج لعيب حريف في نص الملعب، فان شاء الله يكون اضافه جديده. النادي الاهلي عودنا دائما ان اي لاعب جديد يدخل النادي كانه موجود في النادي من 10 سنين، بينخرط مع زملائه في الملعب وبره الملعب وفي كل حته. فانا يعني اتمنى، مش اتمنى بل اتوقع، ان كل الصفقات سواء المصريين او الاجانب مش هنحس مش هيحسوا بغربه في النادي، واحنا مش هنحس انهم غرباء عن النادي. طيب دي كانت رسائل البعض من جماهير النادي الاهلي للعيبه اللي استجدت اسمائهم في الصفقه الاخيره، واللي طبعا هينضموا ان شاء الله للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ابتداء من الموسم القادم. البعض الاخر بقى اللي هو حضراتكم مشكورين، بعتوا لنا برده كتير جدا من رسائل الدعم لهؤلاء اللاعبين، وخلونا نقراهم كده على قد ما الوقت يعني يسمح لنا. المصري بيقول ربنا يوفقهم ان شاء الله. احمد حرب بيقول صباح الخير، احلى برنامج واحلى اتنين كريم ونهاوند، اشكرك يا استاذ احمد، وبيقول كل الدعم للفرقه كلها وللصفقات ورئيس النادي الاهلي العظيم بيبو. غاده رجب بتقول عندنا ثقه كبيره جدا في اي لاعب هيلبس تيشيرت النادي الاهلي، واتوقع ظهور مميز جدا لشادي حسين، وهيكون افضل لاعب في الدوري الموسم القادم ان شاء الله. هشام ابو جنات الاهلاوي، ان شاء الله الصفقات مع الجهاز الفني الجديد الاهلي هيعود اقوى من الاول بكتير، واتوقع تالق بيرسي تاو. نوجا صباح الخير، بنتمنى التوفيق لكل الصفقات الجديده وصفقات الموسم اللي فات اللي لسه ما اثبتتش وجودها. احمد عاطف حجازي، صباح الخير يا كريم ونهواند، واثقين في قدراتهم يا رجاله الاهلي، وسندعمكم على الحلوه والمره معاكم. عمرو السايح، بالتوفيق ان شاء الله. مؤمن سمير، احنا واثقين في لعيبه الاهلي ان هم على قدر المسؤوليه، وقريبا جدا سيعتلوا منصات التتويج كالمعتاد. مو حسن، أتمنى التوفيق للجميع ويفرحونا بالبطولات زي ما عودونا. محمد خليفة فريد، كل الدعم طبعا، وأكيد مع وجود جهاز فني جديد بعقلية احترافية هيقدر يوظف كل الصفقات دي مع سكواد الأهلي اللي مفيش حد زيه في مصر، بس كان ناقصهم الراحة فقط، دول فازوا على الزمالك 5. كل الدعم ليهم، ده محمد بيقول كل الدعم ليهم بإذن الله يحققوا كل اللي بيتمنوه في النادي الأعظم في الكون، أهلاوي وأفتخر.
مين تاني؟ عرف رمضان بيقول بالتوفيق بإذن الله وكل الدعم للصفقات الجديدة، الأهلي فوق الجميع. محمد مصطفى صباح الخير، في حاجة أهم من الصفقات وهي روح الفانيلا الحمراء. مروان أحمد بيقول بصراحة كلنا على أحر من الجمر في انتظار الموسم الجديد، يحيى الأهلي دائما وأبدا. عماد عبيد، أحب أقول لكل لاعب جديد في الأهلي إن ده بيتك وده مكانك ولازم تثبت نفسك، لأن الأهلي نادي كبير ويقدر يساعدك على كده. طارق مصطفى صادق بيقول أحب أقول للعيبة الجديدة إحنا إن شاء الله عندنا ثقة كبيرة فيكم إن أنتم تقدروا تفرحونا وتحصدوا كل البطولات المحلية والقارية الموسم المقبل، وأتمنى التوفيق لكل منظومة النادي الأهلي. محمد العارف محمد بيقول بالروح والإخلاص والالتزام ثم التوفيق إن شاء الله أبطال الدوري وأفريقيا، ونحفر اسم نادينا في كأس العالم للأندية بالتوفيق للجميع. حسن بيقول لازم تعرف إنك في نادي القرن، أعظم نادي في الكون. دي الرسالة بيوجهها لكل لاعب من اللعيبة وخصوصا المستجدة. محمد أبو شادي بيقول علي سقف طموحك، مش معنى إنك جيت الأهلي تبقى خلاص وصلت لما تريده، اجتهد على نفسك وخلي عندك شغف دايما تكون الأفضل، واستمتع باللعب كأنك محترف غاوي وليس مؤدي بأجر، وأمتع جماهيرك وسعدهم بالبطولات. طيب هو طبعا الرسائل والتعليقات أكتر من كده بكتير، ولكن قيل لي حضرات إن إحنا وقتنا خلاص بيوشك على الانتهاء. يا دوب أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله نشوفكم على خير بكرة. إلى اللقاء.